اهلا وسهلا بحضراتكم. انا دكتور ياسر عبد الحميد، استاذ امراض البطن والكلى، كليه الطب جامعه القاهره قصر العيني. احب اكلم حضراتكم النهارده عن الفشل الكلوي الحاد. يعني ايه فشل كلوي حاد؟ نقدر نعرفه ان هو من قبل بساطه العيان اللي عنده نورمال كيدني فانكشن سادن ديتريوريشن وذين اورز تو دايز، يعني وخلال ساعات او ايام يحصل قصور في وظائف الكلى بشكل متصاعد وتدريجي. هذا القصور ممكن يكون مصاحب بقله في نسبه البول، او ممكن يكون نسبه البول طبيعيه. علشان كده نسبه البول مش شرط انها تكون حكم في موضوع الفشل الكلوي الحاد. ممكن يكون العيان عنده وظائف الكلى طبيعيه من الاساس، او ممكن ان هو يكون عنده قصور مزمن في وظائف الكلى وحصل عنده عامل اضافي ادى الى زياده هذا القصور وتصاعده بصوره تدريجيه عنيفه مفاجئه، مما يسمى الى اكيوت اون توب اوف كرونيك، او فشل كلوي حاد مضاف الى الفشل الكلوي المزمن او القصور الكلوي المزمن بمعنى ادق. اسباب كتيره ممكن تؤدي الى حدوث الفشل الكلوي الحاد، منها على سبيل المثال اللي هو نقص في امداد الدم الى الكلى، او اللي بنسميه بري رينال، وده بيحصل في الحالات اللي بيحصل فيها انخفاض مفاجئ للضغط. زي ايه انخفاض مفاجئ للضغط؟ اشهر الامثله اللي ممكن تحصل عندنا اللي هي حالات الجفاف الشديد. حالات الجفاف الشديد ممكن تحصل من اسهال شديد، ممكن يحصل في الاولد ايج او الناس اللي هو السن الكبير، او في الاطفال. حالات النزيف المفاجئ الشديد، نزيف شديد ادى الى نقص شديد في كميه الدم ونقص في كميه الهيموجلوبين، ممكن يؤدي الى فشل كلوي حاد. ضعف في عضله القلب، حضراتكم عارفين ان عضله القلب هي اللي بتغذي الكلى بالدم. من غيرها ولو عضله القلب الوظائف بتاعتها مش على الحد المطلوب، هنفاجئ ان بعد كده وظائف الكلى ابتدت بصوره ثانويه تتاثر نتيجه لضعف عضله القلب. مثلا هناك اسباب بتبقى ليها علاقه بالكلى نفسها، بوظائف بنسيج الكلى نفسه، زي اللي بنسميه الاكيوت تيوبولار نكروزس، او تاثر انابيب الكلى، او انابيب التاثر في انابيب الكلى. ده اللي ممكن ينتج عن مده طويله من نقص الامداد الكلى في الدم، او اللي هو برولونجد رينال، فتره طويله من نقص بلاد سبلاي، او نقص امداد الكلى بالدم نتيجه جفاف لفتره طويله، او نتيجه نزيف لفتره طويله لم يعوض، او نتيجه عدم علاج ضعف عضله القلب لفتره طويله. او ان يكون اشهر حاجه ان هو استعمال واحد من الاشياء النيفروتوكسيك او السامه للكلى، واشهرها الادويه، من ضمنها بعض المضادات الحيويه مثلا، من ضمنها بعض المسكنات، من ضمنها صبغات اللي تستعمل في الاشعاعات المقطعيه او خلافه، ودي ممكن تؤدي الى ضرر لانابيب الكلى. ممكن يحصل التهاب في حبيبات الكلى، التهاب مفاجئ مناعي في حبيبات الكلى ناتج عن مثلا الاصابه بفيروس، كفيروس اشهر فيروس بيسبب ذلك ممكن عندنا فيروس التهاب الكبد الوبائي سي، او مرض مناعي مزمن مثلا كمرض الذئبه الحمراء. ممكن ان يحصل عندنا يكون في انسداد في المجرى البول نفسه، والانسداد ده بيحدث نتيجه حصوه في مجرى البول، وده ما بتحصلش الا اذا كانت العيان عنده كليه واحده هي اللي شغاله، والناحيه الثانيه لان هي طبعا لو سدت واحده المفروض الكليه الثانيه تقوم بالوظائف، لكن لو في واحده مش شغاله واللي شغاله هي اللي حصل فيها الانسداد نتيجه نزول الحصوه، ممكن تؤدي الى فشل كلوي حاد. او ان يحصل الانسداد على مستوى مجرى البول الاساسي او مستوى المثانه، او ان يحصل في الناحيتين، زي ان يكون في ورم مثلا في المثانه فيضغط على الحالب من الناحيتين ويؤدي الى حدوث الفشل الكلوي المزمن. دي كلها اسباب بتؤدي لحدوث الفشل الكلوي المزمن. العلاج اساسا بيبقى علاج السبب، لازم نعالج السبب ده وبسرعه، لان الفشل الكلوي المزمن هيتطور ان طالت الفتره على هذا المريض، ممكن يتطور الى الفشل الكلوي الحاد، انا اسف، ممكن يتطور الى فشل كلوي مزمن. فيجب العلاج بصوره سريعه لاعاده الامور الى ما كانت عليه. يعني مثلا لو العيان فقد كميه كبيره من السوائل، نحاول نعوض هذه الكميه بصوره سريعه، فقط كميه كبيره من الدم في نزيف، نعوض هذا الامر بصوره سريعه. علاج امراض عضله القلب، علاج الالتهاب، التهابات اللي هي الالتهابات او تسمم الدم اللي ممكن يحصل في الرعايات بصوره قويه، ما نتهاونش في علاج حاجات زي كده. اذا حصل في انسداد في مجرى البول يجب على طول التخلص منه. سرعه التشخيص مهمه جدا في مرض الفشل الكلوي الحاد، سرعه التشخيص مهمه جدا جدا جدا، لان الوقت زي ما قلنا بيتحسب علينا، الوقت محسوب على المريض.
فده لازم نحاول نشخص حدوث هذا الشيء بسرعة، ولازم ان احنا نتعامل معه بسرعة. ولحسن الحظ الفشل الكلوي الحاد مش زي الفشل الكلوي المزمن او قصور الكلوي المزمن. قصور الكلوي المزمن ممكن يكون لفترة ولكن ما يكونش فيه اعراض، ممكن العيان ما يحسش لفترة طويلة باعراض. ولكن الفشل الكلوي الحاد عادة لانه بيحصل خلال فترة قليلة بيكون مصاحب باعراض قوية زي اعراض زيادة نسبة السوائل في الدم، اعراض زيادة حموضة الدم، فممكن العيان يكتشفها. قلة البول، طبعا قلة كمية البول اذا العيان تعرض لاي مؤثر من هذه المؤثرات، خلينا نقول على سبيل المثال وجود الصبغة من صبغات اللي هي الاشعاعات وحصل عنها تأثر بعدها بكمية البول، على طول ده يثير الانتباه ان حصل مشكلة في الكلى. ان انا اكون عارف ان العيان ده تعرض الى واتس كولد انسلت، في مؤثر حصل ممكن يعمل الفشل الكلوي الحاد، يعني عيان مثلا حصل له نزيف فانا عارف ان ده ممكن يحصل، فبالتالي لازم اتابع وظائف الكلى عشان لو ما حصلش قله في نسبه البول اقدر اكتشف الفشل الكلوي الحاد اول ما يظهر بارتفاع وظائف الكلى او ارتفاع نسبه الكرياتينين في الدم واتوجه على طول الى العلاج. دور الغسيل او غسيل الكلى في الفشل الكلوي الحاد، ما بنحبش ان احنا نوصل لهذه المرحله، بنحب ان احنا نعالج بدري، لان الغسيل دوره مش علاجي، الغسيل دوره اساسا ان هو دعم المريض الى هذه الفتره والقيام بوظائف الكلى بالنيابه عنها لغايه ما الكلى تتحسن، يزول المؤثر عنها وتتحسن. فبالتالي دور غسيل الدم او الاستصفاء الدموي في هذه المرحله ان انا لازم ادعم المريض ده على حد ما وظائف الكلى تتحسن تعود الى طبيعتها، لكن هو مش دور علاجي، عشان بعض يعني في مفهوم ان هو وظائف لما اقوم بعمليه الاستصفاء او الغسيل ده بيعالج، للاسف ده مش علاج، ده سبورتيف تريتمنت، يعني انا بدعم المريض بقوم بوظائف الكلى لغايه اما الكلى نحاول نحسنها، سواء اذا كنت انا لقيت العلاج النهائي او سواء اذا كنت الكلى هتاخد فتره وتريجينريت او تتعافى بعد مثلا اصابتها بتسمم مثلا نتيجه ادويه او اصابتها بالذات بتعافي الكلى اللي بيحصل بعد الحد اللي بيحصل لانابيب الكلى، تسمم انابيب الكلى او سو كولد نيفروتوكسيك اي تي ان، بيحصل بعد كده تعافي مع الوقت لهذه انابيب الكلى على شرط ان انا المؤثر ده يزول، ما ينفعش انها تتعافى والمؤثر موجود لفتره طويل. يعني نأمل ان الحالات تبتدي الاويرنس بتاعها يزيد، خصوصا ان احنا عندنا المؤثرات دي موجوده، نقدر ازاي نتلافى هذا الشيء. المتابعه المستمره ده شيء مهم بالذات لو واحد عنده قصور كلوي مزمن، لو انا واحد عنده قصور كلوي مزمن فبالتالي لازم يتابع وظائف الكلى من ان لاخر وبصوره دوريه عشان اقدر اعرف اذا كان في اي حاجه قلت. ظهور اي عارض مفاجئ غير مفسر لمريض حصل عنده حاجة من الحاجات اللي قلنا عليها، ده ممكن يلفت النظر على طول، قلة في كمية البول، تغير في لون البول، حدوث نهجان زي اللي بيسموه كرشة نفس، أي حاجة من الحاجات دي، حدوث تورم في القدمين، تورم في الوجه، كل ده لازم يلفت النظر على طول مرة واحدة إن أنا أتوجه إلى طبيب لأبتدي أشوف تشخيص وعلاج الفشل الكلوي الحاد إذا كان موجود لا قدر الله. في الرعاية المركزة نسبة الفشل الكلوي الحاد نسبة عالية جدا، من تقريبا نص العيانين ممكن يوصل من عيانين الأكيوت، يعني حوالي العيانين اللي بيحصل لهم أكيوت كيدني إنجري أو فشل كلوي الحاد في العناية المركزة بيكون نتيجة الإصابة بالعدوى وتسمم في الدم، ودي بتحصل من عدوى في أي مكان في الجسم زي مثلا التهاب رئوي، زي مثلا عدوى في البطن بعد البريتونايتس او التهاب في غشاء البطن، زي حاجات كتير العدوى اللي في الجسم ممكن تنتقل الى الدم، وما دام انتقلت الى الدم سبب التسمم في الدم، فاحنا يبقى عندنا تعرض لنسبه عاليه جدا ان يحصل فشل كلوي حاد نتيجه هذه العدوى في الدم. ده علاجها طبعا بيكون ان انا بسبورت العيان او بدعم العيان في خلال هذه الفتره، بحافظ على الهيمودينامكس او تدفق، معدل تدفق الدم الى الكلى كويس، اعالج الضغط، انخفاض الضغط، اعالج نقص في المحاليل او السوائل الموجوده في جسمه، اعالج ضعف عضله القلب الى اخره، لغايه اما نوصل ان بعد كده العلاج النهائي اللي هو بيبتدي من اول لحظه مع العلاج الداعم للمريض، اللي هو ان انا بحاول اقضي على هذا الميكروب عن طريق معرفه مكان الالتهاب اللي موجود في الجسم وعمل المزارع المطلوبة وعلاجها على حسب نتيجة هذه المزارع. نأمل بالشفاء لحضراتكم جميعا، ونأمل إن شاء الله ما يكونش فيه حالات تتطور إلى موضوع الفشل الكلوي الحاد،
ألف سلامة لحضراتكم.